ليش إذا بدنا تعبير إضافي مع لمسة غضب إكسترا منبدل كلمة يصطفي بكلمة ينبع بالعزا؟ شو قصة هالجملة؟ ليش بده ينبع بالعزا؟ مع بداية الحرب العالمية الأولى كان ببلاد الشام تجنيد إجباري، فكانت بعض العائلات تخاف أنه تبعت ابنها لأنه تقريباً كانوا يودعوه وكأنهم عم بيسلموه للموت، لحد ما توصلوا بعض العائلات لحيلة تبعوها لحتى يحموا أولادهم الشباب وما يخلوهم يروحوا على الحرب. هاي الحيلة أنهم يهربوا ابنهم برا البلد ويعملوا له عزا بالبيت على أساس أنه توفى. كانوا يبيعوا أغراضه اللي تركها بالعزا لحتى يغطوا تكاليف العزا والدفن ولحتى يوهموا العسكر أنه شاب فعلاً توفى وأنه أغراضه عم تنباع بالعزا. فلما يكون في شاب آكل هم هالشي، كانوا الأشخاص اللي بيعرفوا الحيلة يقترحوا أنه ينباع بالعزا. وهيك مع الوقت تم استخدام المثل لمعنى آخر بما معنى أنه يصطفل أو ينباع بالعزا أو إلى أي له تدبيرة. خبرونا أنتو إمتى بتستخدموا ينباع بالعزا؟